الجزائر بلد القارة. صنفت الجزائر من طرف المنظمة البريطانية بريتش باك باكر على رأس قائمة أفضل وجهات السفر للسياحة والمغامرة عبر العالم، وهذا لما تحتويه من مناطق سياحية وأثرية ساحرة والتي غالبا يعرفها الأجنبي أكثر منا نحن أبناء الوطن. مشاهدينا الكرام، نبدأ أول عدد من برنامج كاتجي مع موضوع بين السياحة والمغامرة مع ضيوف مميزين محبين للمغامرة والسفر واستكشاف بلدهم الجزائر. على يميني الضيف وائل بلا، مربي النحل ومحب للمغامرات الجبلية. مرحبا بك وائل. شكرا لاميا وشكرا لقناة سلامة للاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة. وعلى يساري محمد خالدي، موظف في شركة وطنية وأيضا محب للسفر والتخييم لكن بالسيارات الكلاسيكية. اهلا بك محمد. يعطيك الصحة اخت لميا، بارك الله فيك على الاستضافة وشكرا لقناة سلام تي في. شكرا لك مرة اخرى على قبول هذه الدعوة. وائل، نبدأ بك، كيفاش بدأت رحلتك في المغامرة والتخييم؟ اذا انا في البداية انا من الصغر تاعي يعني نروح عندنا يعني اصل تاعي من الجبال من بلاد القبائل، وكنا ديما نروحوا في عطلة الاسبوع ولا في الصيف، وكان عندي تعلق يعني تعلقت اكتشفت اني نحب الجبل ونحب الطبيعة، ومن هذاك الوقت وانا نخمم كيفاش في المستقبل كيفاش نولي اقرب الى الطبيعة، وبهذا اتجهت حتى يعني العمل تاعي خليته يكون في الطبيعة وهو تربية النحل في الجبال. وبعدها يعني مع ممارسة يعني تربية النحل في الجبال زدت تعلقت اكثر واصبحت يعني نخوض في هذه الجبال ونروح ندير مغامرات في الجبال، نبات في الجبل ويعني نستمتع بالطبيعة اللي ربي سبحانه رزقنا بها. الله يبارك ما شاء الله. وائل، اسكت تفكر اول وجهة توجهت لها لما بديت هذه المغامرات؟ نعم، هي وجهة كانت مش بعيدة على وين كنا نربي النحل، هي البحيرة السوداء تاع الأكفادو، اللاك نوار، معروفة باللاك نوار. كانت أول وجهة لي وين شريت بعض المستلزمات تاع التخييم وتاع السير في الجبال، ورحت توجهت أنا وصديقي صافي عندها سنتين من اللي بديتها. الله يبارك. انت توجهت مع صديقك محمد، من ثانيك بدا الرحله تاعه مع صديق، لكن صديقه هو السياره الكلاسيكيه واختار لها اسم الرايس. محمد، علاش اخترت اسم الرايس للسياره الكلاسيكيه تاعك؟ اخترت الاسم الرايس للسياره هذه شغل انا بغيت نعطي لها اسم اللي نولي كي نلغى بها قال له ديرني بالسياره الفلانيه سميت الرايس. في الاولى ما سميتش الرايس، بغيت نسمي الساحر، ومن بعد الساحر كي نكتب الماجيسيان ولا نقول له ماجيسيان تجي طويله، سما ما عجبتنيش. من بعد وليت في الخرجه الاولى تاعي مع صحابي كنا خارجين درنا قريب بالك 6 ولايات ولا 7 ولا اكثر، خرجنا اونصوم حنا 4 عباد. من بعد كنا في الطريق نتمشاو، كنا في واحد البلاصه اللي بقيت نخمم كيفاش نديروا سميه، نقول لهم كيفاش نسميوها كيفاش نسميوها. ومن بعد انا نسكن في بنيصاف عندنا البحر، ولي سوق البابور هو الرايس، يقولوا له الرايس. دروك انا وليت نخمم قلت لهم هاد اللوطو راه تدينا وين نبغيو وتريضنا وين تبغي هي وتدينا وين تبغي هي، قلت لهم انا نسميوها الرايس باسكو الرايس هو اللي سوق البابور، دونك انا هاد السياره هي اللي راه تديني وهي اللي راه تجيبني سميتها الرايس. هي قائده المغامرات تاعكم. ايوا بارك الله فيك. قلت لي محمد بلي زرتوا 6 ولايات على ما اظن، اسكو تقدر تذكرهم لنا؟ هذيك في الخرجه الاولى كانت الوجهه تاعي من بنيصاف ديريكت لولايه البوليده، مشيت للاربعه عند واحد الصديق لتم، ومن الاربعه قعدت واحد الدوجور، ومن بعد رحت لبومرداس. بومرداس هو اللي جاي على لاكوت حتى وليت لبنيصاف، سما فت بومرداس عاود الجي، فت على زيرالدا تي بازا، شرشال وسمايل شلف تنس، ومن بعد وليت دخلت مستغاليم وين حسيت بالرحله كاع مستغاليم كاع حوسناها وصحابي يدمروا في الفان، تما صرا لي واحد لومبانو كاع من موراها دخلنا وهران وليت لبنيصاف. جوستومون كنت حنسقسيك محمد، في هذه المغامرات كامل اسكو واجهت عراقيل ولا مشاكل اللي بالك خممت تحبس ولا توقف هذه المغامرات؟ ما كانش خرجه تخرجيها وما يكونش فيها عراقيل، سيرتو كي تكون بالسياره كلاسيكيه هذه الفان الرايس اون جينيرال، سما كي تخرج فيها لومبان
دونك انا توالفت بين هذا الشيء وهاد هاد الصوالح هما اللي يزيدوني الحماس باش نزيد نفواياجي اكثر. نزيد تافونسي ماشي كيما يقول لك الخرجه كي تكون الخرجه سما صاري فيها والو ما صامطه سما يليق تصرا فيها حاجه باش تعقلي تعقلي باش تتمرمد باش تعقل على هذيك سما كاع لي فواياج كاع الخرجات اللي خرجتهم عندي دي سوفينير بهم وسوفينير كبار. محمد دار لك صراولو عراقيل لكن بالسياره الكلاسيكيه انتايا تسافر للجبال تخييم يعني بدون سياره كلاسيكيه. اسكو تواجه عراقيل ولا مشاكل؟ بطبيعه الحال كاين عراقيل هو تسمى كما نقول المعرقل الاول اللي ممكن نلقاوه في الجبال هو البرد. هو البرد اللي صارت لنا معاه بزاف حكايات يعني وكان صارت لي مرتين وين حكمتنا العاصفه في كنا في الجبل وكنا بعاد حوالي 15 كيلومتر وصارت عاصفه قويه 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 بزاف يعني وديت معايا اصحابي كانوا شويه جدد في التخييم ما كانش عندهم بزاف كما نقولوا الماتريال يعني خفت هذيك المره خفت خاش ممكن في بعض الاحيان الثلج يطلع زوج مترات كنا قادرين نغرقوا في الثلج يعني وتكسروا الخيم تكسروا تيم الثلج بزاف تكسروا علينا يعني هذا مشكل الانسان يقدر حتى يموت الى طاح درجه الحراره تهبط بزاف وكاين ثاني الانزلاقات كاين تاني ممكن انسان يكون في منطقه يكون وحده يقدر ما يشوفش حاجه يقدر يطيح هادو هما الامور اللي الانسان لازم يتوخى الحذر منها. لكن هاد العراقيل ما خلاوكش تحبس ولا لا لا كيما قال محمد العراقيل هما البنا لازم يكونوا في المغامرات. وايل شفتك في لي ستوري تاعك ولا في لي فيديو تاعك اون جينيرال كي تكون رايح المغامره تدي معاك بزاف حوايج حبيت نعرف وشنو هي المستلزمات ولا الاساسيات اللي لازم تديهم كي تكون رايح دير هذه المغامره ولا هذا الاستكشاف. صح هو المستلزمات الاولى كي نروحوا نديروا رياضه الجبال معناتها راح نرفدوا الدار فوق دارنا راح نرفدوا الحوايج اللي نباتوا بهم الحوايج اللي نطيبوا بهم الماكله يعني المستلزم الاول هو نقدروا نقولوا هي المحفظه تاع التسلق والمحفظه تاع المغامره تاعنا وين لازم نحققوا حاجه مهمه جدا انها تكون ميزان تاعها تسمى صغير بزاف خاطرش ممكن وكان نرفدوا معنا بزاف حاجات ونقولوا البرد ممكن مع الوقت راح يصيبنا امراض في ظهرنا اذا احنا نتوخوا الحذر بزاف بزاف على الميزان تاعها والميزان تاعها يلعب دور مع يعني المستلزمات الماتريال كاين يعني ماتريال بزاف وين ماتريال تاع سموه تراك هذا التراك هو السفر يعني البعيد في الجبال يكون الميزان تاعو صغير فكاين المحفظه اللي فيها الطابي اللي نحطوه على البرد اللي نرقدوا عليه الساك دو كوشاج يعني اللي درنا الدفء في الليل عندنا ثاني اللي نطيبوا بهم امور اللي نطيبوا بهم الريشو اللي يكون صغير الغاز جوستومو كنت حنسقسيك على طياب كي تروحوا للجبال وديروا هذا التخييم واش تاكلوا واش طيبوا واش هي طياب الجبال صديبون وكان الرحلة تاع ليلتين رحلة تاع ثلاث أيام ولكن في أغلب الأحيان الطياب ما يكونش يعني حاجة بزاف كبيرة ولا إحنا نشوفوا لي كالوري ثم نشوفوا حاجة اللي حتعطينا الطاقة خاش راح نمشيو وبعد نباتوا وبعد نزيدوا نمشيو ونباتوا يعني نديو حاجات كيما المكسرات كيما التمر كيما ممكن في بعض الأحيان ناخدوا لي بات هادوك لي حاجة صغيرة نغليوها باش ندفوا بها ندو معنا تيزانة لاتاي يعني حاجة اللي تدفينا وتعطينا الطاقة ممكن زبيب هادو ما أمور تاع التمر ماشي يعني كما الناس تتوقع يعني راح ندو الماكلة بزاف انتم تدو يعني الأساسيات يعطيكم الطاقة ماشي تاع تخييم يعني تاع مغامرة فقط. محمد نقول لك كي تسافر بالرايس نعيطوا لها الرايس كي تسافر بها اسكو تركب وتقلع ديريكت بلا ما تعرف الوجهة وين راك رايح ولا تكون عندك دراسة مسبقة للمنطقة اللي راك رايح ليها؟ قبل ما نديماري اللي نخمم على البلاصه اللي راني رايح فيها نشوف اسكو سيكوريتي ولا ماشي سيكوريتي نشوف لا ميتيو نشوف خاطر علاش كاين شي بلايص ما نقدرش نوصلهم بالرايس سيرتو الا كان في الجبال اسكو الطريق مبلعه دي فوا كيما صرات لي في بيتنا طلعنا للجبال كوندورسي بالك عندك واحد 30 دقيقه على باتنا فيل غير جبل كي وصلت لفوق الجبل ولا يطيح الثلج سمع على جال هادي ديجا صرات لي واحد لومبان تما الفرين طرحوا لي قعدت بيت في الجبل على جال لومبان سما قعدت في الليل رقدت ما كان والو الصباح كي نط لقيت الثلج الحاله مبلعه ما جبرتش كيفاش ندير سما اوبليجي عليك من قبل ما انتماري يلق دفيري في الرايس كيفاش يكون ليطا تاعه في الموتور في الفرينات نفيري في صوالحه هما الاولى ومن بعد نكونفيرمي على البلاصه اللي راني رايح ليها
باش ندير حساباتي باسكو فيها بزاف صوالح. يعني لازم دير دراسه مسبقه للمنطقه. انت ثاني كوائل دير دراسه مسبقه للمنطقه اللي تروح. بطبيعه الحال هي الحاجه الاولى احنا ما تما نروحوا مشيا على الاقدام وحنباتوا في الغابه ولا في الجبل هذاك. الحاجه الاولى هي اسم السلامه. اسكو كاين لا سيكوريتي في البلاصه هذيك لي زاغريسيون ما نقدروش نروحوا نريسكيو بروحنا. والحاجه الثانيه هي ثاني الانسان لازم دوكا كاين التكنولوجيا في اغلب الاحيان تيليشارجيو تسمى الخريطه تاع المنطقه هذيك ونكونوا نشوفوا يعني نديروا لي تينيرار تاعنا كيفاش رايحين نمشوا وشنو الاماكن اللي حنباتوا فيهم ومن داك من داك الحق من داك نديروها يعني على المغامره هكذا على ربي اسمها مغامره تغامروا تصدموا ديريكت من داك من داك. وائل كم الناس يحبوا يستكشفوا يحبوا يفواياجي ويحبوا لكن عندهم فكره على التكاليف يقولك باش انا لازم لي فواياجي ندير هذه المغامره لازم لي دراهم كبار. صح. اسكو هذه المعلومه صحيحه؟ هي صحيحه وماشي ماشي صحيحه في نفس الوقت. مثلا انا كي بديت التخييم كي بديت نحب التخييم ما كانش عندي الماتريال اللازم كنت ندير حاجه كما يقولوا قيسي يعني تدير ساكادو صغير وتروح يعني تمشي ممكن تمشي ربع ساعه ولا 25 دقيقه ولا 35 دقيقه ما تكونش بعيد بزاف على جال كما قلنا الثقل على جال الثقل وعلى جال الماتريال ما تقدرش ترفدو معك. يعني يبدا الانسان بالعقل بالعقل كاين مناطق وين تقدر تخيم فيهم يعني عن طريق هذوما لي زاجونس اللي راهم يديروا رحلات يقدر يلقاها في الفيسبوك ولا ويقدر هو ثاني تبدا بالعقل بالعقل. ما نقولكش ما فيهمش تكاليف خاطر الماتريال هذا فيه تكاليف حق حقيقه احنا ياكلنا راسنا نبداو نشرو في الماتريال خاطر كاين بزاف امور الانسان يشريهم ولكن ما يمنعش انه الانسان يبدا باللي عنده ويخدم ويخبي دراهم باش ومن بعد يحوس بهم يشري ماتريال مليح ويحوس بهم. مقبل في الكواليس محمد سمعتك تقول باللي التكاليف بالفان تكون اغلى من التكاليف اللي يروحوا للجبال. هي التكاليف اللي تكون في الفان كما احنا نقولوها صرف مليح تحوس مليح. يعني اللي تصرف مليح على الفان باش تقدر تروح تحوس به. يعني الا ماكش تصرف عليه ما غاديش يوصلك. بصح مور اللي تصرف عليه بيان وتجي خارج الخرجه هذيك ما تستقامش بزاف. يعني كما كان يقول الماكله ما غاديش تدي. انا صح كي نخرج بالرئيس كاباب ندي ماشي كيما يخرج هو استدير يلقي يدير ليكونومي باش ما يتقلش على روحه. بصح انا نحل الفرقون نعمر كلش سما نقدر نقضي نشري الخضره نشري كلش الغاز ندي قادر ندي القرعه الكبيره سما كيفاه ما كيفاش. دونك على حساب البلاصه اللي نكون ماشي لها الا كنت مطول قادر ندي قضيان طوال او ميم طون ندي حاجه خفيفه لي بات ولا حاجه اللي تنتكل في الطريق باريزوم. الا كنت داير الطريق طويله وما لازمش نقاري ولا نطيب غير في وسط الفورغو انا راني نسوق معايا صحابي هما راهم يطيبوا سما دي فوا اللي تصرف دراهم باش تروح لديك البلاصه بصح التكاليف تاع ديك الخرجه كابوب ما تنقمش غير شويه صرف يعني كاين شويه صرف وتخرج. الاستنتاج اللي ديته من عندكم في زوج انه لما نجهزوا الساس مليح الماتريال صح من بعد خلاص الماتريال ومن بعد لي فواياج اللي جو كامل من بعد صح حقيقه الانفستيسمون يكون في البدايه. لاحظت وائل لما تروح دير التخييم تاعك في الجبال انك تنظف المكان قبل التخييم وتاكد على تنظيفه بعد التخييم كي تكونوا خارجين من تم. صح هذه نقطة على كل حال الناس كامل تشاركني معها خاصة الناس اللي يحبوا التخييم ويحبوا الخراجات والسياحة. من ذاك يعني إنسان قلبه شوي يوجعه كي يروح البلاصة يكون لقاها شابة ومن بعد يلقى النفايات لسوء الحظ. وهذه حاجة اللي خدمت عليها ومازالني نخدم عليها إن شاء الله على يعني ثقافة انك كي تروح البلاصة شابة كيما تولي للدار خليها شابة كيما كانت. ما تقولش باللي هاد القرعة ما حش تزيد ولا هاد الشكارة صغيرة ما حش تزيد ولا حتى واحد اللي كيف ولا كي يرمي هذاك يعني هذاك ماشي بلاصتو في الطبيعة. شو الطبيعة انا نشوف باللي تقول تزعف علينا من ذاك شغل واش تعطينا كامل بالخيرات من الاكسجين تعطينا راحة البال الاخر ومن بعد حنا نروحوا نرموا فيها الامور هذوما لسوء الحظ. انا حاجة اللي فرحتني يعني ولاحظتها انهم الناس اللي مولعين بالتخييم وبالسياحة ما عندهمش هاد الخصلة حقيقة. ديما كي نروح البلايص اللي بعد ما يلحقولهاش زعما الناس بزاف يلحقوا لها غير المخيمين ولا الله يبارك يعطيهم الصحة ونحيي كل انسان كي يجي رايح يطمز بلو يحطوا في صاشي ويديه معاه نحييهم. حتى احنا في بعض الاحيان نروحوا نمشوا ثلاث ايام ولا اربع ايام
هذاك حاجه النفايات هادو كيديرونجيونا يديرونجيونا صح يديرونجيونا كاين بصح معليش ربطوه في الساكادو تاعك ولا خليه يديرونجيك بصح المهم تخليه البلاصه نقيه وباش هكذا نخلو طبيعه الناس باش يزيدوا يستفادوا منها ان شاء الله. كما يقول لك اي انسان يحب حاجه يحافظ عليها وانتم تحبوا الطبيعه فلازم عليكم ما اللي ما يحبهاش لازم عليكم تحافظوا عليها هي لازم لكن انا نحكي على المناطق اللي توصلوا ليها غير نتوما. صح 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 ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا باش نزيدوا نحافظوا ان شاء الله يا ربي. محمد بما انك موظف في شركه لما تروح تعمل هذه المغامره وترجع وشنو هي الطاقه اللي ترجع بها وشنو هو الالهام اللي ترجع به؟ سما الخرجه هذيك اللي نخرجها نخرج باش نفورماتي عقلي باش نسولاجي سما العيه تاع السيمانه لا بليبار الخرجه تاعي خرجوا غير بالويكاند نخرج بالويكاند نروح الاربع عندي الخميس والجمعه ويكاند نروح الاربع الخميس راني مريح الجمعه مريح السبت نولي نخدم سما هذوك دوجور يخدموا عليا السمانه اللي راهي جايه ومن بعد هذاك التعب نعاود نخرجها بالويكاند ابار الكونجي تاعي اللي نروح في خرجه كبيره كيما اللي درناها هذه في الشهر تاع اكتوبر مشينا للصحراء وين تمشينا 5000 كيلومتر بلي فوز فاغن هذوك كلاسيك حوالي 25 فان هودنا للصحراء كاع مشينا لتمر راسة طلعنا لجبال أسكرام اللي فيهم أجمل غروب وشروق الشمس في العالم سما والخطرة الأولى اللي وصلوا لهم بالواتا كلاسيك سما يطلعوا لهم هذيك من داك كاين لابيست وكاع يروحوا غير بلي كات كات وميم طو مشينا كاع الصحراء مشينا العين صالح أضرار تيميمون بشار حضرنا المولود في بني عباس ومن بعد ولينا سما عندنا البروغرام شغل نديرو بروغرام حنا جماعه دايرين اسوسياسيون نديرو بروغرام شاك 15 جور نخرجوا ويكاند ومن بعد نخليو الخرجه الكبيره تاع 15 جور نخليوها في الكونجي تاع سبتمبر اكتوبر وين الجماعه يكونوا كاع متفاهمين واليامات اللي ما نكونش خارج معاهم نخرج بوحدي للمناطق اللي يكونوا قراب ليسونسيال خرجة فيها سواء قريب ولا بعيد بروغرام ماشي بروغرام فيها تخرج تشحن الطاقه تاعك وتعاود ترجع للخدمه تاعك. وائل وشنو هي النصيحة اللي تقدمها للشباب اللي راهم حابين يقوموا بهاد المغامرات سواء الجبلية ولا بالسيارات الكلاسيكية؟ أنا النصيحة اللي نشجع أولا الشباب باش يكتشفوا بلادهم باش يديروا مغامرات باش يروحوا للطبيعة باش يخرجوا لأنها راح تعلمهم يعني كما يقولوا الاعتماد على النفس راح تولي عنده مسؤولية أنه لازم يعرف كي يخرج وش لازم يشري وش لازم يدير يعني تعلموا المسؤولية وراح تاني تيربح أنه يتجه إلى تسمى حاجة إيجابية ما يقعدش فقط ما عنده يضيع وقته ولا يقعد في الحي فقط يروح يدير صداقات يكتشف طبيعة ينحي على خاطره وفيها رياضة أيضا كذا كان راح يمشي في الجبال فيها رياضة وراح يكتشف بلاده وراح تعطي له طاقة بزاف إيجابية لنستمدوها من الطبيعة. شكرا وائل. محمد كان الناس مثلا أنا حابة يكون عندي فان وشنو هي النصيحة اللي تقدمها لهاد الشباب اللي يكونوا حابين يكون عندهم مثلا الرايس؟ الحاجة اللي نقولها لك هي كي راكي باغي ديري فان اللي توجور يقعد في عقلك سما تبغي لا يمي له دراهم حاجه الاولى ومن بعد كي تجيبي الفان للدار كل شيء يجي سهل بصح باش تجيبيه ماشي تقعدي تسناي فيه اللي قنتي تخدمي عليه تخدمي تلمي دراهم باش توصلي لهذاك الفان. هذه هي النصيحه الوحيده. شكرا شكرا وائل مره اخرى على قبولك هذه الدعوه. يعطيك الصحه وشكرا. وشكرا محمد على الفواياج اللي درتو اللي جيتنا من عينتي مشنت بالضبط من بني صاف. شكرا جزيلا على قبول هذه الدعوه. الله يعطيك الصحه. شكرا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه عدد اليوم نلتقي الاسبوع القادم في عدد جديد وموضوع جديد.